ومرحب معانا على التليفون بسياده النائبه مارسيل سمير، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب وامين سر لجنه المشروعات في مجلس النواب. برحب بيك سياده النائبه. اهلا بيكي، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اولا عايزين نعرف ايه فكره حق الانتفاع، لماذا طرأت هذه الفكره في اذهن او يعني في المقترحات المقدمه من بعض النواب في مجلس النواب، ووجهه نظركم ايه في هذا الموضوع؟ بس بالراحه كده عشان الناس والمشاهدين يفهموا الفكره والفلسفه من اللي احنا بنعمله جوه اللجنه. قانون عربات الطعام ده صدر في 2018 وواجه الشباب صعوبه كبيره قوي في ان هم ياخدوا التصريح او يطلعوا تراخيص بعربيه. اتاخرت التنميه المحليه شويه في اعلان الاماكن المخصصه لتلك العربيات، اللائحه صدرت متاخر، فاحنا بنقيس الاثر التشريعي للقانون لقيناه ما اتنفذش. فطبيعي طالما ما اتنفذش يبقى فيه مشاكل. فخدنا القانون، يعني احنا خدنا التعديل اللي داخل، كان داخل في الاساس ان الجمعيات الاهليه كان ليها حق انها تدي تصريح او ترخيص لهذه العربات او تساعدها في الحصول على ترخيص عشان يبقى ادق في التعديل، وما تمش اي حاجه في هذا السياق. فقلنا يعني حضرتك بتقولي لنا دلوقتي ان اغلب العربيات اللي في الشوارع ما حصلتش على الرخصه علشان في صعوبه في الحصول. مخالفه وعقود اشغال. مخالفه وعقود اشغال، يعني معهمش رخص، مش حاصلين على رخص، لان في البعض منهم وزاره التنميه المحليه ما وفرتش الاماكن الملائمه ليهم. في شباب راحوا قالوا احنا عايزين نعمل عربيات طعام بس لازم يتخصص له مكان وياخد جواب التخصيص من المحافظه، وده ما حصلش لان القانون في تطبيقه كان فيه مشاكل. يعني عظيم، في عدد من المعوقات كتير، واحنا عشان كده احنا بنناقش القانون في مجمله. يعني احنا كان دخلنا تعديل من نائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنه، وكان اساسه ماده 8، بس لما سمعنا وعملنا جلسات استماع مع نواب المحافظين والمحافظين على مستوى الجمهوريه، احنا جبنا المحافظات كلها، قلنا لا القانون محتاج يتبص فيه من الماده الاولى ومن الماده الاولى حتى اخر ماده. يعني التعديلات ليس فقط التعديل الوحيد هو الخاص بفكره حق الانتفاع، في تعديلات ثانيه. توصيف اللجنه، وده حقها الدكتوريه التشريعيه من على توصيف اللجنه، ان في بعض المواد بتعوق تفعيله وده حقنا كبرلمان. فانا هنطرح جوه التعديل بتاعنا ان احنا كمان طرحنا تعديل الماده كذا وماده كذا وماده كذا، وهي للتيسير، وكمان مش بس عشان التسهيل، عشان خاطر الدنيا بتتغير وبتتغير بوتيره سريعه. يعني في حاجات ممكن تتعمل تكنولوجيا، في تسجيل يتقدم الكتروني، في اختارات بدل ما توصل بالبريد توصل عن طريق الواتساب او عن طريق ايميل للمستخدم. وفي حاجه كمان برضو عايزه اقول لك عليها. اتفضلي. العربيه دي في دول كتير، وهنا في مصر العربية بتاعت الأكل دي كانت أصل أو أساس لبراندات كتير قوي. حقيقي. يعني في مطاعم مشهورة جدا بدأت بعربية، احنا عارفين عربية الكبدة الشهيرة اللي تحولت بعد كده لسلسلة مطاعم مثلا، وغيرها عربيات كشري وعربيات كتير. كشري تاريخيا اتحولت لأكبر مطعم كشري في مصر. حقيقي. يعني العربية هي ستارت أب، يعني بصي عليها بيزنس كده بداية هتنعكس بعد كده على استثمار كبير. وبعدين في نوع من العربيات دي يعني من في بعض لجان الاستعمال الاجتماع اللي احنا عملناها، الشباب قالوا لنا العربيه تخطط الربع مليون جنيه. ليه بقى؟ لانها مطعم متكامل. مطعم متكامل. طيب اذا عايزين نسال يعني على فكره حق الانتفاع، ازاي هتحل من مشكله الشباب اللي مش قادرين يحصلوا على الرخص؟ هقول لك انا، هي الفكره مش حق الاول هو التخصيص، مش حق تخصيص من المحافظه. بمعنى ايه؟ دي هيتحط فيها من المحافظة أو من الحي الأرض دي هتحط فيها. لكن في حق تاني بقى في المدن الجديدة. إن المدن الجديدة أنت عارفة زي التجمع مثلا. اللي بيحط عربية هناك وضعها الاقتصادي مختلف عن اللي بيحطها مثلا في منطقة شعبية بسيطة يعني. فالوضع الاقتصادي بتاع المكان وتكلفته ونوع الكلاينت أو العملاء اللي هيبقوا عنده، فدي ليها وضع اقتصادي وهي طبعا للمجتمعات العمرانيه الجديده. يعني ال 7000 جنيه اللي هيدفعهم هو الشخص اللي هيبقى عنده عربيه في المجتمعات العمرانيه الجديده فقط، ولا الارقام هتتحسب ازاي؟ حق الاستغلال، اسمه حق الاستغلال ده للمجتمعات العمرانيه بس في المدن او في المناطق اللي هي ايه؟ اللي هي مميزه جدا. يعني مش ده هيبقى فيه فئات كمان، احنا بنتكلم على المناطق المميزه جدا، يعني مثلا شارع زي شارع ال 90 ده لو انت حطيتي فيه عربيه طعام، الكلاينت او العملاء اللي هيجوا لك هيبقى
نسبه الفئه الاجتماعيه بتاعتهم مختلفه. وحتى اللي عامل العربيه بيبقى هيبيع باسعار مختلفه على حسب طبيعه المكان طبعا. فاذا احنا بنتكلم ان هيكون في فئات وال 7000 جنيه مش هيكون هو الرقم الثابت، ممكن يكون في اقل، ممكن يكون في اكتر. بصي الرخصه في المناطق هتتدرج لحد 3000 جنيه حسب التعديل اللي احنا عاملينه. احنا عارفين ان في فصل ما بين النقطتين يا فندم، فصل ما بين فكره الرخصه ما بين حق الانتفاع. لا ما هو يعني لا، حق الاستفاده دوت اللي هيطلع في المعتمد في المجتمعات العمرانيه الجديده ده اضافي للحته دي بس، للمناطق دي بس، لكن مش باقي مصر. يعني الشوارع اللي تبع المحافظه واللي تحت ولايه المحافظه او تحت ولايه الجهات الثانيه في المناطق العاديه في مصر غير المجتمعات العمرانيه الجديده اللي خضعوا للمحافظات، لا هو هيدفع ثمن الرخصه. يعني احنا هنا بنتكلم على ان الموضوع اللي هو الاضافه الجديده خاصه بالمناطق العمرانيه الجديده المميزه. المميزه خلينا نبقى واضحين في المفاهيم بتاعتنا، هو بيتكلم عن مناطق مميزه بعينها، منطقه ممكن براند كبيره او طب على سبيل المثال كبيرة. اماكن ايه تاني غير مثلا منطقه التجمع؟ لا ما هو في اكتوبر مناطق مميزه ما تبع المجتمعات العمرانيه الجديده وغيرها، في السروق مناطق مميزه. الحتت دي ممكن يبقى فيها التكلفه عاليه، لكن المواطن البسيط بقى اللي انا بتكلمه اللي هو ساكن في المناطق الشعبيه ده كان بيدفع ثمن الرخصه بس، وجاب التخصيص من المحيات كان بيدفع 5000 جنيه. طيب اذا ختاما سياده النائبه خلينا نسال، امتى ممكن نشوف التعديل الاخير للقانون وان هو يكون في شكله النهائي امتى؟ بس احنا خلصنا القراءه المبدئيه، المفروض ان احنا نعمل قراءه نهائيه للقانون. هنعمل اضافه بس في جوه اللجنه احنا قررناها النهارده دي، احنا هنقعد مع البراندات الكبيره بتاعه الاكل عشان يدوا الشباب حق الامتياز. يعني مثلا مش عشان ما يبقاش اعلان، ماركه كبيره قوي او مطعم كبير قوي عايز يعمل فروع في محافظات تانية، فممكن يدي الشباب حق الامتياز او فرانشايز يعني العربيه تبعه ليه. يعني احنا بنتكلم في ان في سلاسل كبيره هتدخل في هذه يعني العمليه من خلال عربيات بتشجع فيها ان الشباب يشتغلوا في نفس الوقت ان هم ينتشروا. يعني صح، الجزء بتاع السلاسل ده في حاجتين، الحاجه اللي احنا صورنا عليها في اللجنه وبيتعمل لها قانون مخصوص في اللجنه الاقتصاديه حاليا، فانت هتلاقي قانونين بيكملوا بعض هيخرجوا، القانون بتاع حق الامتياز ده وتنظيمه هيدي فرصه لكل البراندات والشركات الكبيره انها تدي حق الامتياز ده لفئات مختلفه. يعني يدي بقى لحد عنده توكيل في محافظه، يدي حد عنده عربيه اكل لو هو براند اكل مشهوره وعايزه تتوسع في المحافظات، وبيديله كمان برضه النو هاو وبيديله المنيو والسيستم بتاعه كانه هو اللي فاتح، بس الشاب هو اللي صاحب العربيه. جميل جدا. هل عندنا خطه زمنيه نقدر نقول هنشوف فيها هذه القوانين؟ ان شاء الله القانون ان شاء الله كده بالطريقه بالوتيره اللي احنا شغالين فيها باذن ربنا يكون خلصان قبل دور العقاب ده يخلص. يعني باذن ربنا يكون خلصان، بس احنا بنحاول نجيب للشباب اكبر قدر من المكتسبات ومن التسهيلات جوه القانون وجوه مواد القانون عشان ما يجيش بعد كده عظيم يواجه لائحه